بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنقولها كمبيوتر برعاية موقع تعلموا فكرة، وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق ندم، متغامر المنصورة مصر. أرقام التليفونات 016-5047-329 أو 017-5072-796. الإيميلات learnonline@gmail.com، fairgroup@yahoo.com. هنبدأ النهاردة في الجزء الثاني من شرح ال MS Word مايكروسوفت وورد 2003 مع المنهج الوضع دكتور عاطف عراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طبعا كنا خدنا في الجزء الاول حاجة مفيدة جدا عن البرنامج ومعلومات كويسة. هنحاول ان شاء الله المرة دي ان احنا نراجع على جزء منها ونكمل الاجزاء الناقصة. كنا خدنا التعامل مع البرنامج والتعامل مع النص، عايزين ناخد التعامل مع الجداول والتعامل مع الملفات والادوات المساعدة. طبعا في اجزاء من الباور بوينت ديت ناقصة، الدكتور ما كانش يكملها وقت ما رفع الملف، يبدو ان هو كملها بعدها وما رجعش يرفعه تاني، ما رجعش يرفعه على النت لان انا جايبه من على النت. ففي مشكلة هنا هتواجهنا ان الاجزاء الناقصة ديت انا يعني فضلت ان انا ما اكملهاش، يعني فضلت ان انا الجزء اللي هو شرحه اشرحه والجزء الناقص نبقى نكمله في الشرح العملي على البرنامج نفسه، لان احنا هنشرح الوورد تاني ونراجع عليه تاني شرح عملي بحيث انك تمشي معايا. الناس اللي بتحب تمشي مع الفيديو خطوة بخطوة تقدر تمشي مع الفيديو بحيث انها توصل لنفس الحاجة اللي انا بعملها وتحفظ الادوات والاستخدامات بشكل عملي وتطبيقي. فاحنا هناخد الاجزاء الموجودة والمتوفرة، واللي مش موجود هنبقى نستأنفه بعد كده في في باقي حلقات السلسلة ان شاء الله عز وجل. تشغيل البرنامج، طبعا كنا خدنا تشغيل البرنامج من ستارت اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس، وبعدين نجيب المايكروسوفت وورد 2003، مايكروسوفت اوفيس 2000 وورد 2003 اهو، والعلامه بتاعته او اللوجو بتاعه الشهير جدا الدبليو الزرقاء دي. ده البرنامج. قلنا عندنا منطقه الكتابه وعندنا حاجه اسمها تايتل بار، شريط العنوان بقى مكتوب فيه عنوان الحاجه اللي احنا فاتحينها، وعندنا تحت حاجه اسمها شريط الحاله ستاتس بار، وعندنا المنيو بار شريط القوائم، وعندنا التول بارز المختلفة اللي بتساعدني في تنسيق البرنامج او في الرسم او في اي حاجة من الحاجات اللي انا بحتاجها اثناء كتابتي للمستند اللي انا بكتبه. شريط القوائم ضربنا عليه مثال من قائمة ادراج، قلنا ان احنا بنشغل القوائم اما ان احنا بنضغط عليها بالماوس، الحاجة التانية ان احنا بنضغط الت وبعدين بنحرك الاسهم، نضغط الت مع الاستمرار وبعدين نحرك الاسهم يمين وشمال، فنبدا الكلام القوائم تتفتح، تبدا القوائم تتفتح، او ممكن الت مع حرف الاختصار اللي هو الحرف اللي مشدود تحتيه خط زي هنا حرف الميم. لو ضغطت الت مع حرف الاختصار او مع الحرف المختصر الميم هيفتح لي قائمه ملف. طبعا علامه السهمين اللي بتبقى موجودة أسفل القائمة ديت عشان أعرض القائمة كاملة، بدل ما أنا بعرضها مختصرة أعرضها كاملة، العرض باقي عناصر القائمة. تعامل مع الجداول بقى. أنا عندي قائمة في الوورد، قائمة كاملة اسمها جدول تيبل اللي هي اللي قدامي دي، طبعا ده الإنجليزي ده العربي، يعني كأن ده ترجمة لده بس، نفس البرنامج ونفس الخواص ونفس كل حاجة، بس كل الموضوع إن ده لغته بالعربية وده لغته بالإنجليزي. احنا طبعا بناخد الاتنين بالتناوب مع بعض كده. جدول او تيبل القايمة ديت فيها كل الحاجات اللي انا هحتاجها لان انا استخدم الحاجات اللي انا محتاج ان انا استخدمها عشان اعمل جدول. نستعرضه مع بعض كده سريعا او نستعرض اهمهم. رسم جدول اللي هي درو تيبل، يعني ارسم جدول بايدي، يعني امسك الماوس وارسم الجدول كأن معايا قلم رصاص ومسطره وبرسم الجدول.
ادراج اللي هي انسرت، بأدرج صف او عمود او خلية، يعني عايز اضيف حاجة. عندي جدول فعلي، عندي في جدول فعلي موجود وعايز ادرج، يعني اضيف حاجة. حذف يعني اشيل حاجة اللي هي ديليت، عايز اشيل خلية او عمود او صف. تحديد اللي هي سيلكت، ان انا عايز احدد خلية او عمود او صف برضك او اي حاجة في الجدول عشان اجري عليها تغيير معين، ممكن احددها عشان اغير اي خاصية من خواصها. في حاجة مهمة اسمها دمج الخلايا، وفي حاجة تانية اسمها تقسيم الخلايا، وفي حاجة تالتة اسمها تقسيم الجدول. دمج الخلايا اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عندي كل مستطيل من المستطيلات اسمه خلية في الجدول، كل مستطيل من المستطيلات الصغيرة ديت اسمه خلية، او كل مربع، فدي خلية ودي خلية ودي خلية. انا التلاتة دلوقتي منفصلين عن بعض، كويس؟ فانا عايز ادمجهم مع بعض، بمعنى ان هما منفصلين، فانا عايز مثلا اخلي التلاتة اللي فوق دولت يدمجوا مع بعض، والتلاتة اللي تحت ما يدمجوش. يعني عايز بمعنى ادق اشيل الخط ده واشيل الخط ده. فدمج الخلايا بيعمل لي الموضوع ده، اقوم جايب كاني جبت الاستيكه ومسحت الخط ده والخط ده، فده دمج الخلايا، ان انا بدل ما هما ثلاثه لا خليتهم واحده في نفس حجم الثلاثه. طب تقسيم الخلايا بقى اللي هو ايه؟ اللي هي خليه واحده كبيره عايز اقسمها لمجموعه خلايا اصغر. خلاص ده ممكن اعمله في خليه واحده في جدول، الجدول 100 خليه، فرضنا ان الخليه معينه انا عايز اجري عليها العمليه دي، اقدر؟ اقدر. يبقى ده دمج خلايا، يعني مجموعه خلايا صغيره ادمجهم مع بعض يبقوا خليه كبيره. تقسيم الخلايا يعني مجموعه، قصدي تقسيم الخلايا يعني خليه كبيره واحده عايز اقسمها، او ممكن تكون خليه صغيره برضو عادي، يعني المهم ان في خليه عندي عايز اقسمها لمجموعه خلايا، عشان عايز احط هنا كلمه وهنا كلمه وهنا كلمه ويكون موجود ما بينهم فواصل. تقسيم الجدول بقى هو ان انا عندي ده جدول وتحتيه في جدول تاني، مش تحتيه بقى، يعني قصدي ان ده جدول واحد اهو، ده جدول، كويس؟ عايز انا نفس الجدول ده اقسمه جدولين، فكل الموضوع ان انا هاجي من هنا اهو وافصل، هاجي من المنطقه من المكان ده اهو وافصل، فادي الفكره، بحيث ان ده يبقى لوحده وده يبقى لوحده، فده تقسيم الجدول. يبقى احنا خدنا الثلاثه دولت اللي هم ميرج سيلز وسبلت سيرج وسبلت سيلز وسبلت تيبل. بعد كده عندي تنسيق تلقائي للجدول اللي هي تيبل اوتو فورمات، يعني الجدول ده انا عايز اعمله تنسيق. التنسيق اللي هو ايه؟ اختار الالوان والخطوط والاشكال اللي تبقى موجوده في الجدول، يعني الخط انا عايز نوع الخط ايه، عايز الخلفيه يبقى في خلفيه للجدول، عايز سمك الخطوط اللي مكونه للجدول نفسه، كل الحاجات ديت انا في ايدي ان انا اتحكم فيها. ففي قوالب جاهزه، يعني في تنسيق جاهز اللي هو الاوتو فورمات، انا ممكن اختاره واشوف شكله. في فورمات بيبقى شكله شكل النتيجه، مثلا الناس عامله نتيجه وعايزه تطبعها على وورد وهتستخدم تنسيق تلقائي ده عشان يبقى شكلها شبه شكل النتيجه. في ناس عايزه تعمل لا تبقى شبه جدول احصائي معين او شبه حاجه معينه، موجود كذا شكل من الاشكال الشائعه اللي محطوطه ومرفقه مع البرنامج اللي انت ممكن تستخدمها. احتواء تلقائي ان انا اظبط الجدول بحيث ان هو يكون محتوى يعني موجود في مكان معين، يعني يكون موجود على قد مثلا المساحة الفاضية، أو يكون موجود على قد الصفحة كلها، أو يكون موجود على قد إن هو ما يخشش في الكلام اللي فوق. يعني نفس فكرة إن أنا أظبط الجدول بحيث يكون مكانه مناسب، بس ده تلقائي أوتو فيت، احتواء تلقائي. يعني إيه؟ بدل ما أنا أعمله بإيدي يدوي مانيوال أعمله أوتوماتيك. بعد كده عندنا عملية الفرز اللي هي السورت، زي ما قلنا قبل كده انا عندي الحاجات في الجدول مكتوبه عشوائيه فانا عايز ارتبها، مثلا عندي اسامي مش مترتبه فعايز ارتبها، فلما اقول له فروم A تو Z اللي هي فرز فروم A تو Z اللي هيحصل؟ هيرتبها تبع الترتيب الابجدي، هيرتبها تبع الترتيب الابجدي، هيحط ابراهيم وبعدين احمد واسلام والحاجات دي. خلاص يبقى هيحط الاسامي كده، وبعدين يرتب حرف الالف الاول، وبعدين الباء الاول، وبعدين التاء الاول، بعد كده لحد ما يوصل لحد حرف الياء.
ممكن احتاج احيانا اخفاء خطوط الشبكه، الشبكه اللي انا عاملها محتاج الشبكه بتاع الجدول نفسه، محتاج ان انا اخفي الخطوط، يعني محتاج ان انا اشوف الكلام من غير الخطوط اللي قدامي ديت، بس الكلام يكون متنسق بتنسيق الجدول. في شويه خصائص للجدول ممكن كمان احتاج ان انا اظبط فيها واعدل فيها. دي اهم الحاجات اللي هنحتاجها، والحاجات الباقيه هنتطرق ليها تبعها. أشرطة الأدوات، طولبار، في شريط أدوات بنجيبه من قائمة فيو أشرطة الأدوات، أو من قائمة فيو طولبار طولبارز، أو من عرض أشرطة الأدوات، من نعلم صح قدام جداول وحدود. فلما نعلم صح قدام جداول وحدود، طبعا الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت ازاي تجيب شريط أدوات وهو مش موجود عندك. بنعلم صح قدام جداول وحدود، بيظهر لنا الايه الاشرطه دي اللي هي تيبلز اند بوردرز، الجداول والحدود. ده لو انا عايز اعمل حدود للصفحه او للكلام او لاي حاجه من هنا، او لو انا عايز احط الكلام في جدول او اعمل جدول واحط جواه كلام وبيانات وارقام اعمله كمان من هنا. هنا ممكن ارسم، من هنا ممكن ارسم الجدول، من هنا ممكن امسح الجدول، يعني ده القلم الرصاص ودي الاستيك. ده بمسك الجدول، ده بمسح برسم الجدول بالبنسل، وبمسح الجدول بالربر السيك او الممحاه. من هنا بختار سمك الخط اللي انا برسم بيه، ممكن يكون سمك الخط صغير احب اكبره واصغره. من هنا برضك بختار سمك الخط، بختار تقل التقل، يعني لو انا حافظ رقم معين وعايز اختار من هنا. كذلك من هنا بختار الالوان، انا اظبط كل حاجه. من هنا بختار الجدول يحتوي ايه، يعني الجدول يكون محاوط الكلام كله، ولا يكون كل كلمه في مستطيل او في خليه، يعني دايما بنسميها خليه، أو اللي هي المستطيل ده ما بنقولش عليه مستطيل، بنقول عليه خليه اللي هي سين. هنشوف حالا مع بعض وهنقول ايه المكونات بتاعه الجدول. ودي كمان لو انا عايز اعمل خلفيه للجدول، ده لو انا عايز ادرج جدول معين بختار الشكل اللي انا عايز ادرج بيه الجدول. ده لو انا عايز اعمل سورتنج من فروم A تو Z او فروم Z تو A. ديت الادوات المختلفه اللي انا بحتاج. لو جينا نشوف بقى من قائمه جدول او من قائمه تيبل، هنلاقي انسرت، هنلاقي اول حاجه في انسرت، انسرت تيبل، انسرت ادراج جدول، انسرت تيبل ادراج جدول. يعني ايه بقى انسرت تيبل ادراج جدول؟ يعني انا عندي عايز اعمل جدول في قلب الصفحه، فبحط المؤشر في المكان المناسب، المؤشر اللي هي العلامه اللي بتقيد وتطفي ديت، العلامه اللي عامله زي الواحد دي بتقيد وتطفي، احط المؤشر في المكان المناسب، وبعدين اقول له جدول من قائمه جدول ادراج جدول او تيبل انسرت تيبل، اختار بقى، هيفتح لي نافذه حالا هنشوفها مع بعض. هيقول لي هو انت عايز الجدول ده كام صف وكام عمود، دي حاجه. طب فرضنا ان انا بعد ما عملت الجدول باخترته مثلا 5 صفوف وخمس عمدان، بعد كده اكتشفت لا ده انا محتاج ازود عمود لليسار، يعني ازود العمود ناحيه الشمال اهو، من هنا كولمز تو ليفت تو ذا ليفت، اعمده لليسار، او محتاج ازود اعمده لليمين، او محتاج ازود صفوف للاعلى، يعني صف فوق صف، او هنا صف تحت صف، او محتاج في مكان معين احشر خليه، يعني ايه ادرج او احشر خليه. نفس الحاجات دي ان هي موجوده في قائمه حذف، ان انا عايز احذف الجدول، او عايز احذف عمود على يمينه او عمود على شماله، او صف فوقيه او صف تحتيه، او خليه من ضمن ايه خلايا. من هنا برضو هنلاقي نفس الموضوع، ادراج جدول، ادراج اعمده لليسار، ادراج اعمده لليمين، صفوف، ادراج خلايا. بس هنلاقي هنا زايد برضك من العلامه ديت، هنلاقي زايد احتواء تلقائي ضمن المحتويات، واحتواء تلقائي ضمن الاطار، وعرض ثابت للعمود. يعني هنا ثابت عرض العمود، هنا احتويه على حسب الاطار اللي انا عامله، هنا احتويه على حسب المحتويات. فلو جينا هنا نقول عدد الاعمده، هنلاقي ان هو عمل مثلا عندنا اعمده 5 و2، 5 و2 نمبر اوف كولمز نمبر اوف روز، عدد الاعمده عدد الصفوف. بختار بقى انا عايز اعمل كام عمود وكام صف. طب هو ايه العمود وايه الصف؟ هنتقدم شويه كده عشان هنا نيجي، وبعدين هنرجع نقول ايه العمود والصف، نقول قصدي هنا ايه العمود والصف، وبعدين نرجع نشوف احنا بنعملهم ازاي اصلا. دلوقتي ده قدامي جدول الايام، سبت حد اثنين ثلاثه اربعه خميس جمعه، والصلوات فجر ظهر عصر مغرب عشاء. كل مستطيل من المستطيلات ديت اسمه خليه، يعني ده اهي كده اسمها ايه؟ خلية سيل.
كل مجموعة خلايا فوق بعضها من أول هنا لحد تحت، اسمها عمود كولم. كل مجموعة خلايا جنب بعضها مش فوق بعضها، جنب بعضها بقى، اسمها صف رو. يبقى ده خلية، ده عمود، ده صف. أنا مثلا واقف في العمود ده وعايز أدرج، قصدي في الصف ده، الصف ده، وعايز أدرج صف، فقدامي حلين، يا إما أدرج صف، أنا واقف في الاتنين عايز أدرج صف، فممكن أدرج صف فوق فيبقى ما بين الحد والاتنين في صف هيتضاف، او تحت فهيبقى ما بين الاثنين والتلات، يبقى ده لاعلى يعني ما بين الحد والاثنين، لاسفل ما بين الاثنين والتلات. كذلك هنا عايز ادرج عمود، يبقى يمين، يبقى هيبقى يمين الفجر، شمال هيبقى شمال الفجر، ما بين الفجر والظهر. ده موضوع الادراج. نرجع بقى، انا عندي هنا عدد الاعمده كذا، عدد الصفوف كذا، اسلوب الاحتواء التلقائي، انا عايز احتواء حسب ايه؟ دايما بيبقى التلقائي او الديفولت بتاعنا عرض ثابت، عرض ثابت للعمود، يعني ثابت عرض العمود. ممكن اقول له احتواء تلقائي للمحتويات، يعني على حسب المحتويات اللي انا عاملها كبر وصغر المحتويات، اللي هي الكلام اللي موجود جوه الخليه، يعني كلمه العصر ديت هي المحتويات، فعلى حسب المحتويات كبر وصغر الخليه او اتحكم فيها، اتحكم في عرض العمود وعرض الصف. ده موضوع الاحتواء. من هنا ممكن اقول تذكر ابعاد الجدول الجديده، يعني ايه؟ عشان بعد كده على طول تفتكر الابعاد دي تعملها بعد كده على طول، ما نحتاجش لان احنا نعملها تاني بعد كده. ادراج جدول اهي، عدد الاعمده، عدد الصفوف، اسلوب الاحتواء، قلنا عرض ثابت للعمود، قلنا احتواء تلقائي ضمن المحتويات، احتواء تلقائي ضمن الاطار، يعني حسب الاطار البوردر اللي انا عامله، الاطار العام الكلام، احتوي لي الايه الجدول اللي عند حضرتك. وبعدين قلنا طبعا تذكر ابعاد الجدول الجديده او ابعاد الجداول الجديده، يعني الجداول الجديده بعد كده لما تيجي تنشئ جداول افتكر الابعاد اللي احنا اتفقنا عليها. لو جينا بقى الغاء جدول او صف او عمود، من حاس فنلاقي الغاء جدول او اعمده او صفوف او خلايا. انا عندي دلوقتي الجدول الاصلي فوق اهو، ده الجدول اللي احنا كنا شفناه مع بعض حالا، فعايز احذف اعمده، عايز حذف اعمده، يبقى احذف عمود، هو حذف العمود اللي فيه الفجر، فبقى ما بقاش فيه فجر، بقى ظهر عصر مغرب عشاء على طول. يبقى هو هنا وقف في العمود اللي فيه الفجر وقال له احذف لي العمود بتاع الفجر ده اهو. حذف صفوف، هو هنا الايام كامله سبت حد اتنين تلات، هنا لو تحس حذف السبت بدأ من حد اتنين تلات، يبقى ده حذف عمود وحذف صف. تقسيم الجدول الى جدولين، ده الجدول ده زي ما انت شايف كامل اهو لازق في بعضه. التقسيم بقى الخاصية تقسيم الجدول اللي احنا قلنا عليها، او قسمه نصين، يبقى النص ده لوحده والنص ده لوحده. ممكن اقسمه يعني مش شرط بالتساوي، ممكن اقسمه فوق يبقى صف واحد وتحت 7 صفوف، او فوق صفين وتحت 6، براحتي يعني على حسب ما انا ايه ما انا عايز، كل حاجة بايدي. مسح بيانات الجدول او بعض الخلايا، بنعلم على البيانات، يعني ايه البيانات؟ الحاجات اللي موجوده في الجدول. لو انا كاتب مال الكلام ده كله، مال الكلام ده في الجدول ومحتاج ان انا امسحه، امسحه ازاي؟ اعلم عليه كله وبعدين اضغط على الزرار بتاع ديليت بلوحه المفاتيح، فيقوم يحذف لي البيانات او الداتا اللي موجوده جوه الجدول. اضافه صف او عمود للجدول من قائمه ادراك، طبعا قلنا اضافه عمود او اضافه صف، عمود اليمين صف الاعلى او صف الايه الاسفل، وكذلك موضوع الخلايا. ده لو لاحظت ادرج عمود ما بين الفجر والظهر، فمن بين الفجر والظهر ادرج عمود جديد، ولو كان ادرج صف هيبقى مثلا ما بين السبت والحد هيدرج ايه صف جديد. تنسيق تلقائي للمحتويات، في حاجة قلنا عليها اسمها الأوتو فيت أو تنسيق تلقائي، بختارها تنسيق التلقائي للجدول أهو،
فافتح لي النافذه دي فاختار منها بقى عايز ايه. الجدول عندي انماط اهي، انماط الجداول، الستايلز، تيبل ستايلز، في فوق حاجه اسمها الفئه او الكاتيجوري، بختار كافه انماط الجداول ولا نمط معين. يعني الجدول بتاعي ده بيتابع لنمط معين، يعني بينتمي لنوع معين من الجداول ولا كافه انواع، يعني كله، وانا هبقى اختار براحتي. فانا بختار دايما كله كافه انماط الجداول، وبعدين بختار بقى اللي انا عايزه. بختار اي جدول من الجداول ديت، وتحت بيعمل لي دايما قلنا بيبقى في ايه، بريفيو او معاينه لشكل الجدول، يعني شبكه جدول، شبكه الجدول اللي احنا مختارينها ايه، ده الشكل بتاعها. جدول ملون اتنين ده الشكل بتاعها، يبقى الجدول بتاعي هيتحول شكله للشكل ده، بدل ما كان شكله بالشكل البسيط ده، لا هيتحول لايه، لجدول فيه الوان وفيه تأثيرات زي اللي موجوده قدام حضرتك دي. تطبيق التنسيقات على التنسيقات اللي انا بختارها دي، هتطبقها على الصفوف، العناوين، الصف اللي فيه العنوان اللي هو الصف اللي فوق ده اللي فيه العنوان، ولا العمود الاول، ولا الصف الاخير، ولا العمود الاخير. يبقى في عمود اول وعمود اخير وصف اخير وعمود اخير، فاحنا دايما بنبقى متعلم الصح عليهم كلهم عشان التنسيق اطبقه كامل. خلاص بعد كده حاجه مش عاجبانا بغيرها في التنسيق، لكن بشكل عام لو كنت عايز احتفظ بالعمود الاول او على العمود الاخير بشكل معين اسيبه زي ما هو، قصدي اشيله من ده علامه الصح واسيبه زي ما هو، وبعدين انا اعمل المؤثرات اللي انا عايزها. تغيير عرض الاعمده وارتفاع الصفوف، بحتاج ان انا احيانا اغير في العرض والارتفاع، يعني ده العمود اهو، فده عرضه من هنا لهنا، كويس، ده بقى اسمه ارتفاع الصف، الحته الصغيره دي يبقى ده عرض العمود وارتفاع الصف. بحتاج ان انا اغيرهم، بغيرهم ازاي؟ عن طريق الحاجات اللي بتبقى عندي فوق ديت، بقف على اي واحده فوق منهم الخاصه بالعمود اللي انا عايز اكبره، واقف لحد ما يجي لي سهمين احركها يمين او شمال، سهمين سمر كده متعاكسين، شعاع اسمر قصدي، شعاعين سمر متعاكسين، ابدا احركهم واشوف الشكل اللي بيعجبني، كذلك الاقي في الناحيه اليمين زيهم، ابدا اظبط لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه. احتواء تلقائي، هيقول لي احتواء تلقائي ضمن المحتويات، واحتواء تلقائي ضمن الطال، ولا عرض ثابت العمود. قلنا عرض ثابت العمود ده اللي غالبا بيبقى موجود، اللي هو فيكسد كولم ويدث، ولا اوتو فيت ويندو، ولا اوتو فيت كونتنت. فلو لاحظت اهو عمل احتواء تلقائي، عمل احتواء تلقائي. طب ده احتواء تلقائي ضمن ايه؟ ضمن المحتويات. ليه بقى؟ لان الجدول هنا كبير، وكلمه الفجر في فراغ بعدها كبير قوي اهو، يعني في مسافه فاضيه، فهو قال لك اما اعمل احتواء تلقائي ضمن المحتويات عشان اظبط الجدول على قد الكلام اللي موجود جواه، فده احتواء تلقائي ضمن المحتويات. احتواء تلقائي طبعا ضمن الاطار، على حسب الاطار اللي انا عامله او الويندو اللي انا عاملها، زي ما قلنا هنا احتواء تلقائي ضمن الاطار واللي هي الويندو، وقلنا ممكن يثبت العرض بتاع العمود ونيح دماغي. احتواء تلقائي، احتواء تلقائي في حاجه اسمها توزيع الصفوف بشكل متساوي. انا عندي مساحه معينه اهي، قد يكون احيانا طبعا التحريك بالماوس حاجه صعبه جدا، بتطلع اشكال غريبه. مفيش حاجة تساعد على إن الواحد يتحكم في الماوس، مش عارف. أنا عندي دلوقتي ده الجدول أهو، فدي مساحة معينة، المساحة ديت أنا قد أقسمها من هنا، أقسمها مجموعة صفوف، الصفوف ديت مش شرط تكون متساوي، لكن بعد ما عملتهم اكتشفت إن شكلهم وحش، فعايز إيه، أوزع الصفوف بشكل متساوي. يوم لما أوزع الصفوف بشكل متساوي تبقى كل الصفوف زي بعضها، بس احيانا مبقاش ده مطلوب، احيانا ببقى عايز صف طويل، يعني صف ارتفاعه كبير، وصف تاني بعديه صغير عادي، ما انا بايدي ديت وبايدي دي وبايدي، بعد ما اعمل الجدول واخلصه اعمله توزيع الصفوف بشكل متساوي. يعني مثلا عندي 5 صفوف، عايز اعمل في الحته دي 5 صفوف مثلا، والحته ديت 10 سنتي، فيبقى كل صف عرضه او قصدي ارتفاعه 10 على 5، فيديني 2 سنتي. كذلك بالنسبه للاعمده، اوزع الاعمده بشكل متساوي ولا اسيبها زي ما انت عاملها
بشكل غير متساوي. ده توزيع الصفوف بشكل متساوي، وده توزيع الأعمدة بشكل متساوي. تحويل النص إلى جدول والعكس، دي خدمة مهمة جدا. بحول النص، ده النص موجود قدامي أهو، محمد بعدين 12 19 14 وعلي 15 16 15 16 15. فهنا خدمة التحويل بتحول لي النص اللي هو الكلام التكست، الكلام العادي اللي احنا بنكتبه، أي كلام مكتوب عادي من غير أي ترتيب أو بالترتيب العادي بتاع الكتابة بتاعتنا، ده بيبقى اسمه نص. فأنا أحول النص لجدول أو الجدول إلى نص، دي خدمة مهمة جدا بيقدمها لنا الوورد، أو فيتشر ميزة بيقدمها لنا كويسة أوي. تكست تو تيبل أو تيبل تو تكست، فأنا بعد ما بعلم على الكلام اللي أنا عايز أحوله بقوم مختار بقى هنا عدد الأعمدة عدد الصفوف، وأظبط الكلام اللي أنا عايزه عادي، فصل النص عن طريق الفقرات أو عن طريق علامة الجدول ولا عن طريق غير ذلك. يبقى ده بيحول لي الايه النص لجدول او الجدول لنص. طبعا الحاجات دي ممكن ما تكونش مظبوطه وتديك الاداء المثالي اللي انت عايزه في احيان كتير، بس بتكون مفيده في احيان اخرى. وممكن بعد ما تعمل تلاقي مثلا ايه البرنامج غلط في رقم معين او رقم معين او حاجه معينه انت كتبتها مثلا ونسيت تسيب ما بينهم فاصل او حاجه زي كده، فتلاقي ما اتظبطش معاك، بس بقى مفيد لانه هيقلل الوقت كده كده. وبعد كده الحاجه اللي هو عملها غلط، يعني مثلا هو ممكن تكون عملت انت 100 خليه فاكتشفت ان ال 100 كويسين وكل حاجه بس فيهم خمسه غلط، فتقوم سايب ال 95 السلام وما تغيرش فيهم حاجه وتصلح الخمسه، فكده هو وفر عليك وقت لانك انت بدل ما تعمل 100 من الاول انت عملت خمسه بس. ترتيب بيانات الجدول زي ما قلنا اللي هي الفرز تيبل سورت او ايه جدول فرز، بالترتيب تنازلي ولا تصاعدي، ايه تو زد ولا زد تو ايه. فيقول لي بقى فرز بقى حسب ايه، فرز حسب العمود والنوع اللي جوه ايه، ده نص ولا رقم ولا ايه بالظبط، تصاعدي ولا تنازلي، باستخدام الفقرات الباراجرافس، ثم حسب ايه، ثم حسب ايه. الفرز بيتم على مراحل، يعني انا هرتب الحاجات دي مثلا واحد اتنين تلاتة كويس، هرتبهم حسب العمود اللي هم فيه، فهرتب حسب العمود فهرتبهم واحد اتنين تلاتة مثلا كويس. طب فرضنا ان في اتنين طلعوا زي بعض، يعني مثلا طلع اتنين منهم اتنين، يعني واحد اتنين تلاتة اتنين، فلما انا اجي ارتب اقوم حاطط واحد اتنين اتنين تلاتة كويس. بس في سؤال هنا بقى، يحط الاتنين دي الاول ولا الاتنين دي الاول؟ خلي بالك اصل الاتنين دي مرتبط بيها باقي الجدول، الاثنين دي مرتبط بيها بقى الجدول، الاثنين دي مرتبط بقى بقى الجدول. يعني مثلا قد تكون دي درجات مثلا او دي ارقام، فقد يكون واحد ده احمد، اثنين اثنين ده اسلام، اثنين الثانيه ده ياسر، ثلاثه ده محمد. فمين اسلام ولا ياسر اللي هيترد اللي هيتحط فوق الثاني، مين اللي هيبقى قبل الثاني؟ فده اقول له بقى حسب حاجه ثانيه، يبقى ده فرز حسب العمود مثلا وحسب كذا، بعد كده هعمل حسب حاجه تانية. على هذا الاساس بقى يبدا يفاضل الاثنين طلعوا زي بعض، دي اثنين ودي اثنين، فيبدا يفاضل ما بين اسلام وياسر مين اللي يحطه قبل التاني. دمج وتقسيم الخلايا، شوف هنا عمل ايه؟ النهار، شوف النهار دي اصلها كانت ثلاث خلايا اهي، يعني ده اصلها، هو طبعا شال الايه؟ الخطوط الحمراء اللي انا عاملها ديت وخلاها كلها موجوده فوق، والليل كانت اثنين برضو وكاتب لك هنا الليل عادي. ممكن طبعا نمسك الخاصية دي ونوسط الكلمة في قلب البتاع عادي زي الوورد، بنوسط الكلام في قلب الخلية، مش شرط يبقى الكلام جاي على يمين الخلية وعلى شمال الخلية، ممكن على يمينها وعلى شمالها أو ممكن في الوسط. فدي محاذاة الخلية اللي احنا كنا بنقول عليها لسه حالا، عايزة محاذاة ازاي؟ الأشكال عندي كتير أهو، بختار وبجرب لحد ما أشوف مثلا محاذاة في الوسط واختار اللي أنا عايزه. بس في حاجة كمان، إن في المحاذاة أو ضبط الكلام في قلب الخلية، أنا عندي الخلية كبيرة، ممكن يبقى الخلية دي كلها مكتوب فيها كلمة الفجر هنا، فهو قدامه بدائل كتير قوي إنه يحطها لي فوق على اليمين، ما الخلية فاضية أهي، يحطها لي فوق على اليمين ده اهي، هيحطها لي فوق على اليمين زي ما حطيتها، ممكن يحطها لي فوق على الشمال هنا مثلا، او ممكن يحطها لي فوق في الخليه
في الوسط هنا مثلا، لكن في حاجة تانية ممكن يحطها لي في الوسط، في الوسط يعني هنا في الوسط على اليمين، في الوسط في الوسط في الوسط يعني في وسط الخلية في الطول والعرض، فتبقى ايه كأن ايه كأن ديت مركز الخلية، مركز الخلية. او ممكن يحطها لي على الشمال، وكذلك ممكن يحطها لي تحت يمين وشمال ووسط، يبقى عندي بقى 9 اماكن ممكن احط فيهم كلام. طب هل الموضوع ده هيفرق لو الخليه صغيره؟ يعني مثلا كلمه الشروق بالنسبه للخليه دي هي مليها اصلا، يبقى موضوع المحاذاه مش هيفرق، انما هنا موضوع المحاذاه هيفرق ان الخليه ايه كبيره. لو افترضنا انك عامل خليه كبيره والكلام اللي جواها صغير، زي كلمه اليوم، كلمه اليوم دي المحاذاه بتاعتها ايه دلوقتي؟ المحاذاه بتاعتها ده فوق على اليمين، دي كلمه اليوم فوق على اليمين، لو خليتناها فوق في الوسط كلمة اليوم هتتشفت هتتزاح كده لحد الوسط، او هتيجي على الشمال، او زي ما قلنا 9 مواضع. تنسيق الفقرات، ممكن اغير اتجاه الكتابة من فورمات، قائمة التنسيق دي بالانجليزي اسمها فورمات، تكست دايركشن، اتجاه النص ده اهو. فانا ممكن اختار اتجاه النص، ممكن اختار اتجاه النص يتكتب عدل ويتكتب كده او يتكتب كده على حسب ما انا عايز. كذلك في الجدول ممكن اغير الموضوع زي ده زي ما انا عايز، يعني قصدي في قلب الجدول او ممكن اغير الموضوع ده زي ما انا عايز. احيانا بيبقى مطلوب الموضوع ده، زي مثلا هنا انا عايز اكتب ايه الفجر، فعايز اكتب الفجر كده، فهو شوف اختار الوضعيه ده الفجر خلاها كده. قد يكون المطلوب ان انا اغير بقى ايه عناصر الجدول عادي برضو اقدر اغير. طب قد يكون ان الفجر كده شكله جاي على الشمال شكله مش حلو، فانا عايز اجيبه على اليمين، بحيث يبقى كلمه الفجر دي تتشقلب تيجي الناحيه التانيه، يبقى انا متاح لي كل الحاجات دي. في بعد كده حدود وتظليل جدول والخلايا والصفحه ككل. انا عندي بقى في الموضوع الحدود والتظليل هلاقي 3 حاجات، هلاقي ممكن اظلل اظلل الحاجه اللي انا عايزها، او اعمل حدود لحاجه معينه، او اعمل حدود للصفحه كلها. يبقى اعمل حدود لحاجه معينه لكلمه او لجدول او اعمل حد للصفحه كلها على بعض، بحيث ان الكلام ما يخرجش بره، ونفس الوقت ممكن اظلل اي حاجه عندي يعني ادي لها خلفيه او لون. فلاقي هنا حدود، هنا دي حدود عامه لاي حاجه، اي حاجه اعلم عليها وعايز اعمل لها حدود، اي كلمه مهمة أنا عايز أحطها في قلب مستطيل يعبر عن إن هي كلمة مهمة، أو حدود للصفحة بشكل عام كل موجود جوه الصفحة، أو تظليل إن أنا أظلل الصفحة، أظلل الكلام المهم بتاع الصفحة، بحيث إن هو مثلا لما يطبع يبقى شكله حلو ويبقى باين هو عامل إزاي. هلاقي هنا في الإعداد أنا عايز أعمل الحدود دي عشوائي يعني، ولا بإحاطة كاملة. هنا أصلا مش هعمل حدود، هنا أصلا يلا ده مش هيعمل حدود، بلا قصدي مش هيعمل حدود، ده مش هيعمل حدود. إحاطة يعني يحيط الكلام الكل يعني هيقسمه زي ما أنت شايف كده، يعني مش هيعمل إحاطة بس كده، لا ده هيقسمه جوه خلايا. شبكة يعني شبكة كاملة، يعني اكتر من دي كمان، شبكة يعني اكتر من ايه من الكل، مخصص يعني اختار الحاجات اللي هتعمل لها او اللي هتحط في خلايا والحاجات اللي مش هتحط في خلايا. من هنا بلاقي بقى ده بيخليني اعمل الخط ده، لما اضغط عليه الخط ده يتعمل، وده بيخليني اعمل خط في الوسط، وده بيخليني اعمل خط تحت، وكذلك ده بيخليني اعمل الخط ده، وده بيخليني اعمل الخط اللي في الوسط، وده بيخليني اعمل الخط اللي على الشمال. وقد احتاج ان انا اعمل خط قطري كده من هنا لهنا، او خط قطري من هنا لهنا، كل الامكانيات دي متاحه لي في الوورد. ممكن اطبق الكلام ده على الخليه، او على نص، او على جدول، او على الصفحه كلها، او على اي حاجه انا محتاجها. من هنا طبعا بنلاقي الانجليزي بوردرز، بيج بوردر، تشيرنج اللي هو الايه التظليل. فنفس الموضوع الستايل، الستايل نسينا نقول موضوع الستايل ده نمط الخط، انا عايز خط متصل عادي ولا منقط، ولا شروط جنب بعضها، ولا شروط بينها مسافات، ولا اي حاجه. اللون اختار اللون تلقائي اللي هو الاسود بتاعنا، ولا احمر ولا ازرق اللي هو لون الخط ده. العرض الخط ده رفيع، انا عايز اختار خط تخين، اجي من هنا واختار الخط التخين بحيث ان هو يبقى باين كويس. كل دي حاجات كويسه جدا ممكن ان انا احتاجها وانا بشتغل مع البرنامج. هلاقي هنا في حدود الصفحه نفس الامكانيات بتاع الحدود العاديه موجوده في حدود الصفحه، اضافه الى ان هو بيزود لك حاجة. طبعا هنا بتلاقي تطبيق على كامل المستند، الحاجة اللي هو بيزود لك عليها انك بدل ما تعمل حدود بخطوط بس، ممكن تعمل حدود باشكال،
هيجيب لك اشكال ورود واشكال تفاح واشكال شجر واشكال نخل واشكال مثلثات واشكال زخرفيه معتاده ان انت تشوفها في الكتب او في المجلات او في الصحف. تختار ان الشكل اللي عاجبك او المناسب بالنسبه للحاجه اللي انت بتعملها على ضوء ذوقك، وتشوف الموضوع ده محتاجه ان هو يعمله ازاي. انا ممكن اعمل الاطار بتاع الصفحه بتاعي عن خط عادي، او ممكن اعمله شكل من اشكال بدل الخط ده اعمل ورود وزهور وحاجات احسن بكتير. بعد كده التسليط بعلم على الكلام او على الجدول او الحاجه اللي انا عايز اظللها، وبعدين بعمل هي التعبئه بقى، اختار اللون اللي هو هيبقى خلفيه للكلام، يعني ايه كاني مظلله، كاني مظلل الكلام بحيث ان هو يبان. طبعا ده بيحتاج لان الكلام يبقى بلون والظل بتاعه يبقى بلون، لان الظل ده خلفيه. يعني مثلا الظل اللي بتاعنا هنا ايه هو اللون الابيض، الظل بتاعنا هو اللون الابيض، لان الخلفيه بتاعتنا خلفيه بيض. انما لو انا مثلا خليته اللون الرمادي ده هلاقي اللون ده ملى الصفحه ديت وايه وكل اجزاء البيضه دي اتحولت لرمادي. طبعا اجزاء البيضه اللي بره دي مش اللي جوه، طبعا اللي جوه دي تبع الويندو. فده مثلا فكره التظليل او فكره التعبئه. فانا بعمل الموضوع التعبئه او الفيلنج ده زي ما انا عايز، بعلم الحاجه اللي انا عايز اعبئها وبعدين بختار اللون. لو هتطبع يفضل انك دايما تختار التعبئه باللون الرمادي، لان اللون الرمادي بيظهر في الطباعه كويس، وكتب غالبيه اغلبها طبعا بتطبع ابيض واسود، فعندك درجات مختلفة للرمادي، بتشوف انت الدرجة المناسبة ليك، بس ما تغمقش قوي لان لو الكتابة سودة وانت غمقت الكلام مش هيبان. هنا تطبيق على فقرة، ممكن يطبق على الجدول، ممكن يطبق على اي حاجة. طبعا هنا لحد دلوقتي النمط بدأ تظليل، اول ما انا اختار اللون هبقى اظلل زي ما انا محتاج. شوف هنا اختار اللون الاخضر، يبقى الكلام هيبقى مكود عادي بس ايه الخلفية بتاعته ايه خضر. لو اخترت الرمادي يبقى الكلام موجود عادي بس الخلفية بتاعته رمادي. وضع الترقيم او ترميز للبنود، الحاجات اللي انا كاتبها ديت مكتوبه، السطور مكتوبه تحت بعضها عادي. انا عايز احط لا اما رقم لا اما رمز، يبقى الرقم اللي هو 1 2 3 4. يعني مثلا لو انا بكتب اسباب كذا كذا، فاقول 1 كذا 2 كذا 3 كذا 4 كذا. فانا بدل ما اعمل ده هقوم كاتب واحد، بدل ما اكتب واحد قصدي هكتب عادي خالص وبعدين احط نقطة وبعدين اضغط انتر، وبعدين ابدا اكتب عادي خالص وبعدين احط نقطة وبعدين اكتب انتر، وتاني اكمل كده 5 6 7 نقط، وبعدين اعلم على 5 6 7 نقط دول على بعض، واخلي الوورد اوتوماتيك يعمل لهم ايه ترقيم بالموضوع بتاع الايه بتاع النمبرنج ده. النمبرنج ممكن احتاج برضو ان انا بدل ما هم مرصوصين كده بس احتاج ان انا احط قدامهم نجوم مثلا، بدل ما اكتب ارقام ان انا احطهم بشكل ايه نجوم، او احطهم قدامهم علامة صح او اي علامة من العلامات اللي انا بحتاجها. ده موضوع تنسيق الفقرات. كده يبقى احنا خلصنا الوورد حسب ما دكتور عاطف شرحه. فينا حاجة مهمة، ان انا ممكن وانا بكتب اي حاجة في الوورد يظهر لي تحتها غلط، علامة الغلط اللي هي علامة الايه الخط الاحمر اللي تحتها ديت، فده بيقول ان في غلط، ممكن يكون املائي وممكن يكون نحوي. لو انا اخترت للتكات اليمين اختار الكلمه المناسبه، وممكن بعد كده اعمل تدقيق للغه، بعمله باين باف 7، اختار عمليه تدقيق اللغه ديت ان انا اشوف يصحح لي النحو او يصحح لي الكلام بتاع المسند اللي انا كاتبه. بس طبعا العمليه دي مش مضمونه، فانت اكتب براحتك وراجع الكلام بنفسك، ان احيانا كتير بيبقى الداتا بيز او قاعده البيانات بتاعت البرنامج بتاعتك ضعيفه، فما فيهاش حاجات كتير عن اللغه العربيه، فتقول لك على حاجات غلط نتيجه ان هي ما تعرفهاش اصلا، مش نتيجه ان هي غلط، يبقى انت كاتب صح وتلاقي ايه الكلام مشدود تحتيه خط. تمام. طبعا هي كلمه الاثنين دي غلط، لان في الف فوق في همزه قصدي هنا، والمفروض الاثنين تتكتب من غير همزه، فهو بيقول لك ان دي غلط، فانت لو ضغطت كليك يمين هتختار الاثنين من غير همزه فهتتحط مكان ديت. لكن بشكل عام لو انت طبعت على الوضعيه ديت بالاخطاء الاملائيه مش هتظهر علامه الغلط تحت الكلام، يعني علامه الغلط دي بتشال وقت الطباعه، ما بتظهرش علامه بيشدش خطوط تحت الكلمات الغلط لما بيجي يطبع.
كده اظن يعني رجع يراجع على اللي احنا خدناه قبل كده واللي احنا خلصناه. اهو ده موضوع اظهار واخفاء شريط ادوات. اي شريط ادوات بحتاجه قلنا من قائمه عرض شريط ادوات بعلم صح قدام الحاجه اللي انا محتاجها. بتاع الجداول والاطارات اللي احنا اشتغلنا عليه المره دي اهو، بتاع التنسيق اللي احنا اشتغلنا عليه المره دي والمره اللي فاتت اهو، بتعلم نظامه صح. فما دام بتعلم نظامه صح يبقى ده ظاهر، ده مش بتعلم نظامه صح يبقى ده مش ظاهر. طب لو الوورد بتاعي انجليزي هلاقي فيو تول بارز واختار الجدول اللي انا عايزه، قلنا ده هيبقى ايه؟ تنسيق هيبقى فورمات، وقياس هيبقى ستاندر، رسم هيبقى دروينج، جداول وحدود هيبقى تيبلز اند بوردرز. نماذج أشرطة أدوات وصعدناها وصعدنا أهم الحاجات اللي في البرنامج. أظن كده إن إحنا خلصنا الأجزاء المتوفرة لينا من إيه؟ من البرنامج. وأظن إن إحنا صعدنا أجزاء مهمة ومفيدة جدا، وإن شاء الله ده هيبقى قاعدة، ده الشرح اللي إحنا شرحناه ده هيبقى قاعدة كويسة جدا لينا لما نيجي نشرح البرنامج عملي، وناخد مشروع معين ننفذه على البرنامج، أو نكتب صفحة معينة ونعمل عليها كل الحاجات اللي إحنا شرحناها ديت بشكل يكون مفيد وفعال. أرجو إن أنتم تستفيدوا بأكتر وأكتر مع السلسلة. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.